اللواء ركن السعودي يطالب من البرهان وحيمتي بعدم استبعاد عبد الواحد نور وعبد العزيز الحيلو ودكتور منصور أرباب، مؤكدا من دونهم سيفشل أي اتفاقية التي سوف يتم توقيعه. سيداتي وسادتي، نحييكم ونقدم لكم أبرز وأهم الأخبار وإليكم التفاصيل. ناشد اللواء ركن السعودي، قيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان شمالا وناشط سياسي ومحلل لاتفاقية جوبا للسلام، يطالب من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهاني ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو حيمتي بعدم استبعاد عبد الواحد نور وعبد العزيز الحلو ودكتور منصور أرباب من أي اتفاقية يتم في السودان، مؤكدا بدونهم سيفشل أي اتفاق الذي سوف يتم توقيعه. كما أكد سيادته بأن الأحزاب السياسية التي تجري على التوقيع مع العسكري ليس لديهم رؤى وبرامج، بل جزون منهم سبب أزمة الدولة السودانية وشاركت مع النظام البائد، وأضاف: بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب السوداني الأبي، أنا جنرال سعودي حركة شهادة السودان، ناشط سياسي ومحلل لاتفاق جوبا السلام وقيادي من قيادات الحركة الشعبية الصف الأول. حقيقة أنا الليلة كما ناشط رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو قائد عام قوات الدعم السريع ونائب المجلس السيادي الحكومة الانتقالية، وكما ناشط كل الشعب السوداني والأحزاب السودانية على كبرة به أجمع. حقيقة الوضع الاتفاق المامله غهد ومامله أخواننا المحامين في السودان على كبرة به أجمع. يا ما الوضع الراهن الجايدة، أن إحنا كما جبنا عبد الواحد محمد نور وجبنا عبد العزيز هذا من حلو وجبنا منصور دكتور منصور أرباب رئيس حركة العدل والمساواة والفصائل الما وقع السلام، اي اتفاق تاني جزئي حقيقه اتفاق ما بيجبح السودان الا كبره به، واتفاق من تحت الكواليس ومن تحت السوار الاحرار وكل الشعب السوداني. يا جماعه احنا في مصالف 2019 من ضمن الشعب السوداني كله مرق كل الشعب السوداني في اعتصام القياده ومرق في وضع راهن بيعاين لوضع المواطن السوداني سبب المعيشه. المواطن المرق ده ما مرق كان لاحزاب ولا مرق لوضع راهن ولا مرق كان يدي صلاحيه للمجلس العسكري ولا المجلس السيادي ولا الحكومة غاهت ولا الأحزاب السودانية. الشعب السوداني مرق في 2019 سبب المعيشة والوضع الراهن الزايد البقل للشعب السوداني. كما أناشد كل الأحزاب السودانية ما يقودوا يعينوا للأحزاب ولا يعينوا لمصالحهم الخاصة ولا الاتفاقات ولا المنظمات الجاية في السودان لطريق بتاع مصالح أو لطريق حاجات بتاع السودان اللي كبرت به أجمع للذهب وللحاجات القاعدة. الأحزاب السودانية دي وخاصة أنا برسل رسالتي لحزب الأمة السوداني، حزب الأمة ده حزب بتاع بيوت، وأي أنا ما عارف أن إحنا غير حزب الأمة أو الحزب الشيوعي أو الأحزاب القادة دي أو المؤتمر الوطني الحزب الفاشل أو الحزب المخلوق برئيسه. يا جماعة ما في ما في ما في شعب سوداني بطريق استراتيجي، ما في ناس في وضع راهن غير الأوشاج دي، أدمر السودان غير الأوشاج الحسي حاليا في الفترة الحسي قاعد أو الناس القادة تكورك في الوضع السياسي الراهن القاعدين عينهم أو الشعب السوداني، ما فينا أو شاش في السودان يقدر يقدموا أبناء السودان لقلبهم للسودان إلا النازل. يا جماعة ديل الناس تدمر السودان من الثمانينات، الناس ديل الحسي قاعدين كان الأحزاب السودانية أو الناس القاعدين ديل كلهم كان بمجلس عسكريم أو بالوضع الراهن القاعد. ديل من الناس اللي هم ذاتهم شاركوا في حزب المؤتمر الوطني أو شاركوا في الوضع الراهن السياسي الهالي. كما ناشد الشعب السوداني، كمان احنا الشعب السوداني ده حقه يوعى، الناس دي الناس جايين لمصالح والناس دي ما عندهم علاقه بالوضع الراهن بتاع السوداني، الوضع الحالي ابناء السودان بطريق بتاع جهويه او عنصريه، الموت اللي بيحصل في الحراك السياسي او الموت اللي بيحصل في الشارع ده، الناس دي اساسهم ناس بتاع احزاب جايين بمصالحهم الخاصه، ما عندهم مصلحه للسودان مثلا مصلحتهم لاحزابهم الخاصه، ودينا عاملين السودان ده طريق بتاع تجاره او مشروع بتاع مزارع اي زمن يطلعوا منه حصاد، ما عندهم فكر للمواطن السوداني بوضع الماشي الراهن بتاع الشباب او الاطفال السودان بالوضع بتاع الجهويه او الشارع الماشي الحراك الماشي ده، فهموا السودان ما فهموا وضع الراهن لاحزاب ولا عندهم محزبين ولا عندهم الناس دي مارقه من 2019 مارقه وضع المعيشه. الحقيقه الشعب السوداني ياما تعب، لكن ديل بيعينوا لمصالحهم الخاصه مدخلين الوضع بتاع الجهويه والموضوع بتاع العنصريه بصفوف الناس ويحشوا الشعب السوداني بطريق بتاع عنصريه والولايات. يا جماعه الناس دي اساسهم كان عندهم قلبهم للسودان او قلبهم للهامش او للسودان الكبرى دي كانوا حلوا المشاكل الزائله والمشاكل الناس بيتكلموا عنها كان حلوا بطريق استراتيجي راهن. يا جماعه الناس دي بيعينوا لمصالح الاحزاب السودانيه دي كلها احزاب بضاعه مصالح، الاحزاب كلها بضاعه مصالح وما عندها علاقه، الناس دي كان ديرها تشارك في طريق
يطلعوا السودان من طريق جهويه او من طريق عنصريه. الناس دي ياما كان حلوا مشاكل السودان، وكان الاحزاب دي شاركت يا جماعه، جانب جايين ماشيين عشان يقوم يحصل اتفاق بين عبد العزيز ادم الحلو مع الحكومه، او عبد الواحد محمد نور مع الحكومه. ليه الاحزاب السودانيه؟ الشغل انتم ما قلتوا حوار سوداني، انتم قد تكلمتوا عن حوار سوداني واحزاب سودانيه وقاعده ان تقدموا السودان، وانتم بتتكلموا عن اجل المواطن، انتم كان توصلوا قبال المنظمات، منظمات دي عندها مصالح، عشان كده دير تعمل اتفاقيه عبد العزيز يجي، او عبد الواحد محمد نور يجي، او دكتور منصور، او الحركات المسلحه دي هي قدمت قدام الناس، دي منظمات وتكلمت قدام الناس، وحين مشت دوله جنوب السودان الشقيقه مشت كلها هي منظمات. الحاجات اللي انتم قاعدين تتكلموا عنها، الوضع ده وضع انتم شغالين بطريق مصالح، وكما اناشد الشعب السوداني يعرف مصلحته الحقيقيه وين، ودي الناس حقيقه ما عندهم طريق بتاع، هم بعينه للسودان وبعينه لاحزابهم. انتم تعلموا الاحزاب دي، الاحزاب القاده، حزب الامه والحزب احزاب القاده دي احزاب دمرت السودان هي لفتره طويله كمان. ده الحقيقه نحن نقوله، نحن ما نقعد نطبل، ما نقعد نتكلم تحت الكواليس. احزاب انا لو طلعنا في المعارضه 2001 الصادق المعدي ده جانا ما قدم الاحزاب دي، ما فيهم الليله حزب سوداني كده يقولوا عمل له مدارس في السودان، او عمل له مستشفيات، او قعد في مشاركه بتاع القبليه، او يقوم يعني ينشط المواطنين السودانيين ويوريهم الحقائق. كما ناشد الشعب السوداني حقه يكون شعب واعي، شعب يعرف حقه وين، ويعرف بعمل استراتيجي راهن. الاحزاب دي احزاب تجاريه، واحزاب ما عندها علاقه بالمواطن السوداني. يا جماعه بالحركات المسلحه باتفاقيه جبل السلام 2019، الحركات بالوضع الراهن بالحاجات البسيطه دي قدمت. يا جماعه نكون حقيقيين، الحركات دي قدمت ياما، قدمت للمواطن وقعدت تكورك من اجل المواطن، او كان عملت او لا. الحركات دي ما عندها مبلغ في يدها ماسكينه. كمان ناشد كل الشعب السوداني، ناشد رئيس مجلس السياده يفكر الحاجات بتاعت الاحزاب دي. نحن غير الاحزاب دي ما في زول خمن وما في دمر السودان الا الاحزاب دي. نحن ناشد رئيس مجلس السياده الفريق عبد الفتاح البرهان، ومن هنا ناشد الحركات المسلحه حقه توعى لطريق كل الحركات، الجبهه الثوريه السودانيه بمسمياته الساميه من اخ الهادي ادريس، ورئيس الجبهه الثوريه الجاكومي، ورئيس حركه العدل والمساواه دكتور جبرين، ورئيس الحركه الجيش التحرير السوداني من اركي مناوي، ومالك عقار، واسماعيل خميس جلاب، وكل قيادات الكفاح المسلحه بمسمياتهم الساميه. الناس حقه توعى لطريق استراتيجي، والاحزاب دي الاحزاب بتاع التدوير، واحزاب شغاله بمصالح، واي زمن يحصل حراك سياسي وما الاحزاب دي قاعدين استغلوها. وكان انا من حين انا ناشد انا كل الثوار الاحرار حقه تعلموا بان حزب الامه والاحزاب القاده دي احزاب ما بتقدم للسودان، والاحزاب قاده لمصالح الخاصه. ناس مريم الصادق ديل كله في الحامش، يوم من الايام احزاب كبيره في السودان، ليه ما قدمت؟ يوم ما عملت لها مستشفى، وعملت لها مدرسه سايله روضه، يوم ما عملت لها نادي، يوم ما عملت لها حاجه ان تقدم للمواطن. احزاب تجاريه، وكمان ناشد الشعب السوداني الابي حقه شعب يوعى. انا الجنرال السعودي اقول للشعب حقه يوعى ويكون في صوت عقل، والناس لا تشتغل طريق الجهويه. ونحن حقيقه قلنا السودان يسعد الجميع، وحقيقه السودان لكل كل الشعب السوداني بدون جهويه وطن عنصريه، وقلنا تنميه مستدامه لولايه السودان الكبرى دبيح اجمع، ولكل السودان، كل السودان الشمال شرق قريب جنوب، الناس تشتغل بطريق استراتيجي. وحقيقه من هنا ان شاء الله انا عاين لعبد الواحد احمد نور وعبد العزيز ادم الحلو حقه يعانوا لما مشكله السودان، ويتنازلوا باي حاجه، يوقعوا سلام ويجوا يقعدوا مع اخوانهم في الجبهه الثوريه السودانيه. ده الطريق اللي بقى. وانا اقول السودان حر ومستقل من منظمات، من اي زول عنده طريق اجنده. نعمل من اجل حريه السودان، من حريه الهامش على كبر دبيه اجمع، والفصائل الموقعه حقه تقيف مع عبد العزيز ومع عبد الواحد ومنصور ارباب، وكلهم يرقبوا الفصائل الموقعه، تكون يكون سلام على كبر دبيه ولاجل المواطن الهامش بالاخص، لكل السودان يعيش مستقل وبدون جهوي وبدون عنصريه. جنرال السعودي حركه سياده اهل السودان، ناشط سياسي ومحلل لاتفاقيه جوبا، للسلام. سيداتي سادتي، هذه الاخبار تاتيكم عبر قناه اخبار السودان. في اول تصريح له بعد خروجه من المعتقل لحوالي 55 يوما، اعلن وجدي صالح عضو لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد لنظام 1989 رفضه التام لاي تسوية سياسية مع العسكريين، لان ذلك تشرعن الانقلاب. هذا وقد تم الافراج عنه في هذا التوقيت نسبة لتوقيع الاتفاق السياسي الاطاري التي سوف يتم في وقت لاحق من اليوم الاثنين بين المجلس السيادي وقوى اعلان الحرية والتغيير المركزي والمؤتمر الشعبي، فضلا عن رفض الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية. كما ناشد صالح كل الاحزاب السياسية بعدم التوقيع على اي تسوية سياسية مع الانقلابيين، مؤكدا تخلي الجماهير لكل من فاوض او ساوم من اجل تحقيق اهداف الثورة، كما طالب بالافراج عن كل المعتقلين السياسيين ولجان المقاومة الذين لا زالوا في سجون الانقلابيين، مؤكدا جاهزية الشعب السوداني باستمرارية الثورة حتى تحقيق اهدافها. تحت دعاوى جماهيرية، والهدف منه كان اذكار
صوت الثورة الحقيقي. أنا طالع اليوم بسند هذه الجماهير وبقوة هذه الثورة، وبقول إنه الحرية لي أو لنا ولسوانا، ولذلك أجدد المطالبة مرة أخرى بإطلاق سراح الثوار المعتقلين الآن في معتقلات الإنقلاب. لأكد مرة أخرى أنا ابن هذا الشعب ومن هذا الشعب ومع تطلعات هذا الشعب، وبالتالي لن يحدث على الإطلاق أن أكون خارج هذا السياق وخارج هتافات الجماهير ومطالب الجماهير. لذلك أقول نحن ضد أي تسوية شرع لهذا الانقلاب، ضد أي تسوية، ضد أي تسوية أيا كان شكلها. أي تسمية مع الانقلاب هي محاولة لشرعنة الانقلاب، ولن تقود إلا لنظام أحادي ورئيس أوحد يتسلط على رقاب الشعب السوداني. هذه ثورة مستمرة، نحن معها وفي غلبها، وسنتقدم الصفوف مهما كانت التضحيات. التحية لكم جميعا، والتحية لكل الشعب السوداني ولكل القانونيين والحقوقيين والثوار في لجان المقاومة الذين كانوا سندا حقيقيا لمن يعبر عن تطلعات الجماهير. بكرر وبقول إذا كل القوى السياسية ذهبت في طريق التسوية ستجد أن الجماهير قد تخلت عنها تماما، ولذلك نحن مع الجماهير ولا بد أن نعبر عن الجماهير وعن صوت الجماهير. التحية لكم مرة أخرى، وماشيين إلى حتى النصر وتحقيق أهداف الثورة بإسقاط هذا الانقلاب. سيداتي سادتي، انتهت نشرتنا الإخبارية هذه، وإلى اللقاء في النشرة الإخبارية القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.